بنك التنمية الجديد لبريكس هو مؤسسة مالية دولية أسسه كل من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، قال رئيس البنك ماركوس تريكو في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2022 إن الصين يبلغ عدد سكانها أكثر من 1.4 مليار نسمة وحجم اقتصادها ضخم، وتشكل هذه العوامل جاذبية كبيرة لرأس المال الأجنبي، والأهم من ذلك ظلت الصين تتمسك بمستوى عالي من الانفتاح وقد أصبحت دافعا هاما للعولمة. If you have one of the key players in the global economy steady in the course and being open to globalization, I think this is a very positive message to be sent out. يعتقد ماركوس تريغو أن مستوى انفتاح الصين على العالم الخارجي سيستمر في التحسن بشكل شامل، وقال إن النمط الاقتصادي الصيني الموجه للتصدير يتغير الآن، والصين تقود العالم في العديد من المجالات التي تعتمد على التكنولوجيا، كما أن نسبة الاستثمار في البحث والتطوير في الناتج المحلي الإجمالي لها تواصل الارتفاع. ومن شأن هذا التحول الهيكلي في النمط الاقتصادي أن يجعل الصين تحافظ على ريادتها في النمو الاقتصادي لسنوات قادمة. China will keep on being one of the top two destinations for FDI for a long time to come. And even with this change of economic model in China, a lot of opportunities will be generated for boosting supply chains or value chains with different countries of the world.